اكيد انه بنجي فقره الدربله اللي تحبونها واللي نتعرف فيها على ضيفنا اكثر ونشوف مهارته في السواقه، لكن قبل لا نبتدي هالفقره خلونا نروح حق اول فقره من الحلقه. موتورنا في هالحلقة يحتاج نفس طبيعة هذه الأرض اللي هي الأرض الصعبة والأرض الصخرية يا أبو سعود، نقدر نقول وعرة بالقطري. أكيد محمد، موتورنا الرانجلر هذا من الشركة العريقة جيب، طالع من مأساة الحرب العالمية الثانية. أثناء ذلك شوفوا أنت التاريخ على ما ننتظر الوفد اللي جاينا. جيب من أقدم الشركات الأمريكية لصناعة المواتر، تخصصها صناعة المواتر الفورويل. هالشركة عشان نختصر عليكم اشتهرت بقوة خلال الحرب العالمية الثانية. السبب ان الحكومة الامريكية في ذاك الوقت اطرحت مناقصة تطلب فيها موتر فورويل ضمن شروط معينة. كانوا مشترطين موتر فورويل قوي وما يرده قاع وخفيف وسريع ويصلح للتنقلات في جميع الاماكن. جيب ما تحدت الصعب الا قهرت المستحيل وسوت موتر فورويل من الصفر. وتخيلوا ان هالموتر استوى في أقل من 50 يوم. هالموتر اللي انصنع في سنة 1943 اسمه جيب ويليز بنتام BRC40. يقول واحد من الرؤساء الأمريكيين لولا جيب كان ما نجحنا في الحرب العالمية الثانية. عندها نجحت جيب وبدت مشوارها الطويل والتقني وانعرفت كأقوى مواتر فورويل في العالم. في آخر السبعينات اصنعوا جيب رانجلر اللي حقق نجاح كبير وكان له صدى واسع في عالم الدفع الرباعي. وتميز موتر جيب بقوتها العالية وعزمها القوي جدا في الشوارع وخصوصا في جميع الأماكن في الأرض. السبب أن للحين تعتمد على التقنية القديمة اللي هي ديفريشنات وشاسي قصير. الجيب الرانجلر أو اللي نعرفه بالولز منتشر في العالم، لكن ناخذكم العالمة في الخليج وقطر. شفتوا معانا مشاهدينا تاريخ الموتر العريق والقديم وايد يا بسم. أكيد موتر طالع من حرب وساعد حتى مثل ما شفتوا في الانتصار في الحرب على قولة الرئيس الأمريكي، لكن هذا مش موضوعنا الأساسي. موضوعنا أن هالجيب من دخل الخليج ودخل قطر بالذات حبوا يتحدون الموتر وحبوا يتحدون الأرض اللي إحنا فيها. خلونا نستقبل الشباب ونتعرف على تاريخ الجيب في قطر وعلومه كلها. اكيد بسعود يعني موتر نفس هذا تاريخه كبير مثل ما شفنا، وما شاء الله يعني ربعنا حبه بحبه ولا اول باول تعديل المواتر تعديل كل شيء على قولة المحدثين العصر. اكيد محمد بنشوفهم الحين. طبعا مشاهدينا عندنا قائد اللي هو فريق جيب قطر اللي هو اخوي سالم الشامسي ومساعده اللي هو يوسف المفتاح، حياكم الله معانا في برنامج مواتر وفي فقره مميزه. وقلنا التمييز يعني في شيء اسمه جيب اكيد بتروح عند سالم الشامسي. نعم احنا شكلنا الفريق على اساس نجمع شمل الجيبات، ان اكثر الشباب ما يتعرفون واكثر الشباب تعرفوا حاليا، تقريبا اكثرهم تعرف على بعض من مده شهر بس، وصاروا نفس التيم الواحد. يعني كم عدد افراد الفريق اللي جمعتهم؟ والله تقريبا حاليا وصلنا في 30، بس انه في زياده، في ناس يعني ما بينوا لحد الان وفي ناس ما جاوا، لان لو جاوا اليوم بيكون العدد كثير وما نبي نشغل الشارع يعني. صحيح. سالم كنت بسالك فكره تاسيس جيب قطر او فريق تيم جيب قطر شنو اساسه وشنو الهدف منها؟ والله زي ما قلت لك الهدف جمع الشباب اهل الجيبات، يعني اذا تروح رحله ولا شيء تعرف العالم موزعه في الجيبات، فاحنا نبغيهم يكونون مع بعض يعني يد واحده. الاخ ابو احمد شار علي موضوع ان ايش رايك نسوي تيم، وقلت له انا معاك. نعم. ما عندي مشكله، والكلام هذا يعني احنا جربناه من رحلتنا الرياض عند الشباب فريق عمالقه الدفع الرباعي عند الاخ عبد الله الفيسي. نعم. وصلح لنا الموضوع ويوم جينا هنا شفنا انه سهل تكوين الفريق، يعني في تعب بس انه مش اللي هو ما يذكر يعني. الجيل الأول نزل الله يسلمك في سنة 90،
بلش تقريبا لمدة 6 أو 7 سنوات لين 97 تقريبا صحيح. نعم بلش يتبدل لأن طلعت فيه عيوب الأول اللي كان قوي الموتر الصراحة. افتكر ماكينته كانت اللي هو ال 4.0 صحيح. بعدين غيروه في سنة 97 إلى 2006 اللي هو التي جي. الجيل الجديد كل السبنشن تغير، ماكينته تغيرت من 4.0 اللي هو 4.0 الى 3.8 اللي هي 3.8 اللي هو هذا الموتر موتري. كم حصان؟ تقريبا في 200 حصان. وبعدين تغير عند 2012 اللي هو نفس موتر ابو احمد صار 3.6 يعني 285 حصان. ممكن يجيك موتر 8 سلندر بس يجيك 4 سلندر مثل الألماني أقوى منه. في شيء اسمه تورك عن الهورس باور يختلف، في شيء اسمه تورك رفعوا التورك فيه ونزلوا اللتر في الماكينة كاقتصاد. التكنولوجيا المستخدمة في المواتر الجديدة خلتها صار فيها أقل والباور ماله أعلى والكرينس حتى في الهيد والسوالف الليك اللي كان الآي اللي دش على الماكينة والسوالف هذه الأوفر بريشرز أحسن فهي يعطيك باور أعلى. مع التطور اللي قاعد يصير في الانجنز فقاموا ياخذون المور يعني ياخذون الافشنسي والسوالف هذه من التوفير في الماكينه وما يضيعونها. اهم شيء في هالموتر بالنسبه للجيل الجديد السيفتي، السيفتي فيه اعلى بوايد من القديم ورحنا تعديلاتنا ما شاء الله يعني مثل اخوي سالم حاط بيب امان داخل فوق هاي ضفنا عليه تعديلات لو تلاحظ كل تعديلاتنا على طار التعديل. الله يسلمك ابي اعرف اذا الجيب العادي والجيب نفس اللي عندك المتوحش شنو المرحله او شنو يحتاج احول الشخص او احول الموتر من شخص عادي الى شخص متوحش؟ تعطونا برسترويد يعني عشان لا هذا بس انك اذا تبغي الارتفاع طبعا لازم تبدل الجبينات الجمبينات اللفت كت اللي تحت. وطبعا في شركات وايد تسوي اللفت كت. على طار الشركات كم شركه وايد في امريكا حتى بلش احد الصين قامت تصنع حق الجيب اغراض قطعيه وسمعنا ان الجيب من اكثر المواتر في العالم تعديل ومبيعات وتقدر تشكل عليه ضغط. نعم وبعدين سياره مثل ما قال يوسف تقدر تستخدمها بدل اللعبه يعني سقفه انشال بابه انشال حتى قزازه تقدر تنزلها على البانه اذا حبيت بس تعرف انه مش سيفتي ما راح يكون سيفتي الموتر مسكر يكون افضل عشان شكلهم سووا له البيبات السلام. انا ضفت عليه بيبات اللي هي قدام حق السايق والعبري يعني بس الاضافات نقول الجنبينات وبيبات الامان ولا بعد في حق الماكينه وفي كل شيء؟ لا الماكينه ما تعمقت فيها وايد بس يعني اللي هو الفلتر الهواء شغله الكهرباء التقنيه يعني مثل وايرات البلكات تكبرها لانها كانت شوي تتعب من الحراره من الهيت. غيرت البانه على اساس الحراره هاي مش بانه الشركه فيها تهويه من 3 جهات تقريبا. سالم نرجع مره ثانيه حق اساس الجروب اهدافكم في المستقبل. والله انا شخصيا اتكلم عن نفسي وعن الجروب انا اتمنى اوصل للعالميه ان جروبي ينعرف في كل مكان. ناخذ الوعد في سيلين ما يكون وعد في الدوحة عشان ما نبي نسوي أي نوع من الزحمة داخل الشوارع. توقيت معين. أي توقيت معين وبعد ما نوصل للموقع نسوي رجست للأسماء نسجل أسماء الحضور عشان نعرف من اللي معانا ونشيك معهم العدة الأمان والآخرة والريكفري تول اللي هي مساعدات اللي غرز. صحيح. ونعطيهم نصايح بسيطة ونحرك في خط مستقيم. في هالخط طبعاً الليدر يكون في البداية وبيكون واحد اللي هو المساعد لو غرز حد ولا شيء هو اللي يتكفل في الموضوع وفي 2 معاه البرس مساعدين. ونمشي بخط ممنوع تجاوز ممنوع ضرب بطن ممنوع اي شيء لين ما نوصل الموقع اللي قررنا عليه واللي محددينه نوصل الموقع طبعا في الفتره في عند المساعدين تيكون هل الخط كامل نقص واحد لا سمح الله ولا شيء ونوصل الموقع نفس العمليه نقوم بحسابة الاسماء ونبدا فعالياتنا في ذيك المنطقه. والله اتمنى انا من الكل يعني اللي يفكر انه ياخذ جيب ما يفكر انه بس حق الاستعراض ولان في ناس عندها هدف معين ان هاي السياره قويه حق الاستعراض هذا كلام ابدا مش صحيح. الموتر زي ما انت شايف متروب عليه كثير حلو شكله يوصل اي مكان تبغي واحنا نروح طلعاتنا اللي بينضم معنا احنا نرحب فيه لازم يكون يتقيد بالسيفتي للامن والسلام عندنا قبل كل شيء ما نبغي اي حوادث ما نبغي اي مشاكل اساس الشكل احنا ما نتجمع في الشوارع الرئيسيه.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا الربع، ما قصرتوا وبالعكس كانت يعني معلومات محمد قيمة قيمة، استفدنا وايد ما شاء الله ما شاء الله. مشاهدينا كنا مع الجيب رانجلر الموتر القوي اللي طالع من الحرب العالمية الثانية، وصل قطر لكن شباب قطر قهروا الحمد لله. نروح للفقرة الثانية.